فوجئت ناس بتكلمني بيقولوا لي ان في ماتش فاركو والنادي الاهلي امبارح كان فيه سباب لشيكابالا ووالدته واسرته. انا بس عايز اسال لكم احنا هنعمل ايه؟ يعني عايز اسال السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، حضرتك انا خدت شهر حبس تاني، شهر حبس في اخت محمود الخطيب اللي محدش جه ناحيتها. احترمنا القانون، احترمنا الدوله، احترمنا القضاء، برغم انا اصلا ما جيتش ناحيتها. انا كنت معتاد دايما ما بحبش اشتكي حد في بلدي خارج بلدي، انما كل مره نتوقع بعد هذا السباب وقله الادب والسفاله من بعض الجماهير اللي المفروض منتميه للنادي الاهلي اللي هو النادي العريق، ان يبقى في بيان من مجلس اداره الاهلي بيعتذر. وانا فاكر وشيكابالا فاكر كان في مره ماتش جوزيه كان مدير فني ولد من كابتن لبس عندنا زقه، وانا نزلت قدام الصحفيين باسم رئيس نادي الزمالك اعتذرت. لا ما هو انتوا عدم اعتذار ده معناه انتوا موافقين على قله الادب. ليله ما طلعت فوجئت ان السيد الوزير مطلع بيان بيقول من بكره الصبح اي حد هيغلط في الوسط الرياضي او هيتطاول على حد هناخد اجراء عنيف معاه. الناس افتكرت الكلام ده انه للناس كلها، لا ده طلع كان معمول لنا، هو تصور هو واللي حواليه انه مرتضى هيطلع متضايق قرفان هيشتم في الدوله مؤسسات الدوله فنصطاده بقى. طبعا لان انا راجل بحترم القانون وبحترم القضاء طلعت ما اتكلمتش خالص، بالعكس انا قلت اللي انا شفته في هذا المكان. انا بساله بقى سؤال، هو خالد مرتجي نائب رئيس جمهوريه الخطيب او امين صندوق جمهوريه الخطيب ايا كان يعني هو فوق القانون؟ ده سب التاري على جميل لما قال لك احنا نادي القرن، وبعدين بعد كده برضه قدمنا شكوى قال لك ايه؟ احنا نادي القرن الحقيقي غصب عن اي تخين. ودول متسابين ليه؟ عشان في دوله اسمها محمود الخطيب بتخافوا من العيال اللي حواليه؟ ما احنا عايزين نعرف. تاني عايزين نعرف. نرجع بقى لموضوع شيكابالا. شيكابالا ما كانش بيلعب امبارح. ملوش علاقه بفرق. ولا عمره لعب في فرق. والزمالك ما كانش طرف. انت بتشتموا ليه؟ طيب هو الشتم اقول لك ليه؟ عشان في دوله محمود الخطيب. وكل ما ربنا هو شيكابالا لما اتعمل له انا اسف يعني جابوا كلب سفل المجرمين وكتبوا عليه شيكابالا بعد ماتش، لا لما راحوا جابوا نحش ودفنوه وقالوا ده شيكابالا. هي دولة الخطيب بقت اقوى من اي حد في البلد؟ فانا طول عمري ما بحبش استعدي او اشتكي بلدي لاي حد. احنا بكره امير المحامي يبعت شكوى رسميه للاتحاد الدولي ضد هذا الجمهور اللي بيسيء لجمهور الاهلي قبل ما يسيء لينا احنا. احنا طول عمرنا عارفين هو شيكابالا ده في احداث بورسعيد. مش انت باين رحت النادي الاهلي تمام؟ وانت فاكر نفسك انك راجل وجدع، انت محمد مين؟ انت محمد شويه بلطجيه. خالد مرتجي حد حاسبه؟ لا. طب سيبك من كل ده. هو كهربا لما عمل كده للزمالك وجمهور الزمالك هي لجنه انضباط عليا انا بس ولا على مين؟ انا برضه عايزين نفهم. إيه انتوا هتولعوا الدنيا. وجمهور الزمالك وصل هنا وانا وصلت هنا وانا بقول بقى انا مستبيع مش عايز ابقى رئيس نادي خلاص. اللي بيحصل ده بقى تعدى كل الحدود. وانت بتستفزنا ليه كل شويه يا محمود الخطيب انت والعيال اللي معاك؟ بس ليك حق، في ناس خايفه منك هنا، خايفين منك، خايفين يقربوا لك. كل مره شتيمه وقله ادب وسفاله في وانت اللي بتوقف قدام المطشط. هو كل اللي عمله شيكابالا انه قال لاحمد مجاهد انت اهلاوي، يعني انت اهلاوي دي شتيمه؟ يعني بتعتبرها شتيمه؟ خلاص انت اهلاوي وانت اهلاوي ولا خطيب اهلاوي ما دام شتيمه. فيا جماعه الموضوع زاد عن حده. جمهور الزمالك بقى هنا وانا شخصيا بقيت هنا. وسيبك بقى من انا راجل دوله مش راجل دوله، انا طول عمري بحافظ على مؤسسات الدوله بتاعتي مش عشان حد، عشان وطني مصر. انما لما الموضوع يزيد عن حده وما ليش بيان اعتذار او كهربا بقى له 3 اشهر ما تعاقبش، ها وانا عارف ان التحقيق خلص واتخذت العقوبه بس احنا مستنيين. مستني ايه؟ انا عارف انت مستني الصيف يجي عشان اي عقوبه بقى بعد كده الاهلي يكون ركب الدوري وخلاص. انت ده اللي انت عايزه ويلعب السوبر ويلعب. يا جماعه مش كده. انتوا بتعلموا اولادنا ايه؟ يعني انتم بتعلموا اولادنا ايه؟ بتعلمهم قله الادب والسفاله والتطور؟ هو ده التنمر. انت هتعرف ام شيكابالا جزمتها بدماغك. انا بقول لك مراته جزمتها بدماغك. وبعد كده مفيش الا ضرب الجزمه عندي. عشان احنا بنحاول بقدر المستطاع نهدي البلد ونشيل التوتر من البلد. ونقول دي بلدنا ده وطننا مش محتاج اي نوع من التوتر او الاحتقان. انتوا المصممين
الاهلي بطل نادي غصب عن التخييم، يعني غصب عننا احنا، وقبليها برضو اي نفس الكلام ده الاخ مرتجي. وفي يا جماعه اللي خايف من محمود الخطيب ودولته تطلع يقول، فاحنا خدنا قرار يا امير. انا لما قلت الكلام ده جمعت كل السفلات اللي اتقالت عليه وكل السفلات اللي اتعملت في ماتش السوبر اللي اتعمل في ابو ظبي، كان في ابو ظبي، والولد اللي قاعد في الكويت، واللي قاعد يقول لك يا مش عارف يا بليله، والاخ رامز جلال بيطلع يقول بليله. وفي يا جماعه، في يا كرم يا جبر، هو انتوا كلكم خايفين من محمود الخطيب ده؟ مين ده؟ ما تنزلوه يا جماعه بتاع الاعلام بتاع شيبسي ده لما جري والست جري وراه. لكن الموضوع زاد، انا مراتي اتشتمت من لجانه، عايز حق يا نائب عام انت والاداره. احنا مقدمين 146 بلاغ. امير اتشتم منهم ومن لجانه. اقذر الفاظ، عايزين حقنا. احمد اتشتم. بنتي اميره اتشتمت. كابتن الفريق اتشتم. لا، دي دوله قانون، دوله مش سايبه. واللي شايف ان دوله محمود الخطيب ودوله ممدوح عباس اقوى يطلع يقول لنا. عشان الواحد يبقى عارف حدوده. محامي بتاع النادي الطلياني ان شاء الله انا مجهز الحاجات دي كلها. وكل التنمرات وقله الادب والسفلات اللي حصلت في بطوشه كتيره. وبعدين مش هنقولش احنا بس، لا شتموا تركي الشيخ وشتموا السودان وشتموا كل الدنيا، ده كله مجمعه انا بوديه اتحاد دولي، انت بوديه اتحاد الدولي. ما دام مش عارفين ناخد حقنا في البلد. وتاني انا زرت الحاجه 5 مرات اتمسح بكرامتها الارض. اميره 5 مرات اتمسح بكرامتها الارض. اميره ده كان ضابط شرطه ما بياخدش جنيه هنا متطوع بيدفع من جيبه. احمد نفس القصه كان قاعده برلمان. انا راجل كنت عضو برلمان وراجل رئيس نادي من سنه 2018 سنه رئيس نادي عضو مجلس اداره من 92 93 بيتسبب ميتين امي اللي جاب امي. يا معالي النائب العام عايزين حقنا، يا قضاه مصر اللي فوق دماغنا عايزين حقنا. اما موضوع شيكابالا خلاص هيبقى دي قضيه دوليه خلاص، ما دام انت مش عايز تطلع بيانات اعتذار هتعتذر ازاي وامين الصندوق بتاعك بيقول لك انا غصب عن احنا غصب عن تحقيق نادي القرض؟ ايه المناسبه؟ ما انت كل القضايا اللي رفعتها في مصر نادي القرن انت خسرتها. وهنرجع يوفق نادي القرن تاني على النادي كله. واللي هيقل ادب غلط هياخد بالقديمه. الواحد بيقول يا رب. تاني البلد دي تقوم، عندنا ازمات اقتصاديه وازمات وازمات، تمام؟ يا اخي ده قانون العقوبات اللي بتطول على ستنا مريم بياخد 3000 جنيه غرامه. واللي بتطول على ستنا ماجده الخطيب اللي ما تطولش اصلا بيتحبس. يقول لك اصل اختي، يعني انت ليك اختي اتحبست سنه 60؟ ما تقول لنا، لو موجود قول لنا. انما احترمنا حكم القضاء برغم انه لا في توكيل خاص ولا في سباب، والقضيه دي قبل كده اخت فيها براءه من محكمه نفس القضيه، ومع ذلك خلاص لا احترام، خلاص حكم القضاء في دماغنا. قضاء مجلس الدوله فوق دماغنا، قضاء هنا فوق دماغنا، اي مكان ما عندناش اي مشكله. قرارات النائب العام فوق دماغنا، انما احنا لما نشوف فيه كيل ب 100 كيل لا. ايه الجريمه اللي ارتكبها شيكابالا وهو راجل مطلعين بقى اشاعه ان انا منعه من التمرين، هو كان وانا بس سالت كان عندي اول امبارح سالت على حسابته قله ادب وسفاله، وشويه تسريب يعود، وشويه شتيمه في اي مدرب يجي. لا مش كده، لا دي بقى دوله ممدوح عباس ودوله الخطيب. لا لا يا جماعه فهمونا، عشان كل واحد يحترم نفسه. احنا بنحترم كل مؤسسات الدوله. انا طلعت من السجن اللي فيه اللي انا انظلمت فيه ولا نطقت بحرف واحد، قلت الحكم قضى في دماغي. انا لو وزعت المرافعه الناس هتقول لا حرام اللي حصل ده، مش قضية أصلا، واحد واخد فيها براءة قبل كده. وأمر بقى لو أجل إقامة الدعوة الجنائية ممنوع تتقدم تاني، أو الحكم بعد ما صاد براءة في النقض ممنوع تتقدم تاني، اتقدمت ونفذنا. لكن هو في إيه محمود الخطيب ماله عامل إيه هو في بلده ممدوح عباس؟ أطلع في قناة الزمالك 5 حلقات أوري الناس فلوسه خدها كام مرة قبل كده، اللي بيقول دي القرض بتاعي، والعيال اللي توفوا من حقن، والأراضي اللي استولى عليها، الناس كلها قال لك ممدوح عباس هيتحبس تاني يوم، أنا اللي اتحبست. لا دي نكتة بقى. محمود خطيب خد مش قال الاول سيد تركي قال خد مني 228 مليون جنيه 500 للنادي، مش بيقول لا، ده قال في بلاغ رسمي، في بلاغ رسمي، وقال لك هو مش عايز يرجعهم هربان مني. وانا اداني 151 مليون بدولارات، قلت له تطلعهم لجروس واسمه ايه ده برجاني ساسي والنقاص، تمام. الناس قال لك بقى اللي خد فلوس مش عايز يرجعها ده مال عام، هو اللي هيتحبس، واللي رجع فلوس ده عامل له تمثال، انا اللي اتحبست. لا اعدل له الميزان، يعني انا بقول اعدل له الميزان، والدولة مش ناقصة، كل مؤسسات الدولة مش ناقصة. كفاية العدو اللي هنا والعدو اللي هنا، ودينا شايفين السودان حصل فيها ايه هو، وليبيا فيها توتر، وعلى الحدود مع زفت الطين اسرائيل هي عمالة تموت في الأقصى، واستفزاز لكل المسلمين، يعني لا بلدنا مش ناقصة.
وبلدنا بقى بمؤسساتها داخليه، امن عام، مخابرات، مخابرات حربيه، امن دوله، لا مش فاضيه بقى للخطيب وجمهور الاهلي والشتيمه كل مش فاضيين. فانا بقول اهو امير بكره تكليف المحامي، انا مجهز الملف كله بما فيه التشريع من تركي الشيخ والهلال وفريق الترجي وفريق الوداد كله كله عشان نبقى عارفين. ده ناس حتى يعني بتبوظ علاقات مصريه عربيه. والنهارده تركي لما يتقال مش عارف ايه طال عمرك وشتيمه وسباب وراجل رئيس شرف النادي الاهلي، اوعوا تفتكروا ان انتوا كده في تواك، لا انتوا كده قدام مصر كلها. لا الفئه اللي بتعمل دول دول سفله مجرمين شغل بلطجه. احنا عندنا لو حد بيغلط من الجماهير انا بطلع بعتذر لان مش عيب، لكن لما الخطيب اشترط هو اللي وراه واللي حامينه يعتذر لمحمود الخطيب اقول له حقك عليا يا محمود يا اخويا تاني، ورساله عندي حقك عليا يا محمود يا اخويا، واعتذر لك انت وعيلتك المحترمين، وان انا اصلا غرامه كهرباء وان انا نزل قضيه نادي القرض قلت لا مش هعمل ده كله واخش السجن ودخلت ذكر وخرجت وخرجت ذكر. اللي اتحبس اللي ما رجعش بفلوس، اللي اتحبس المجني عليه. وبمناسبه موضوع كهرباء احنا مش نايمين. امير بعت امبارح اول امبارح مش كده للاتحاد الدولي وفي مؤامره معموله جوه البلد بخصوص كهرباء مش هتكلم عنها دلوقتي الا ما احبطها اطرافها الخطيب كهرباء منهم وممدوح بس مش هتكلم في التفاصيل دلوقتي. لغايه ما تحبط هطلع اقول للناس احكي لهم. لبعض الزملاء يقول لك هم ساكتين ليه؟ لا احنا مش ساكتين. احنا مش ساكتين. لما تعرف المؤامره معموله ازاي هتشكرنا ان احنا دخلنا الفلوس دخلت خزينه الله. يا شباب لا تحزن. هذا السباب لن يضيع تاريخك. مش هتبقى ربع يا شباله، انت شباله بتاريخك بموهبتك. ويكفي انك انت لما تروح اي دوله افريقيه بيروحوا يصوروا معاك. هو الخطيب بيلف في افريقيا كلها محدش بيصور معاه لانه ما لعبش دولي يا جماعه. فانت عند زملكاوي يعني كتير جدا من الشعب المصري حاجه جميله ومحترمه. وقله الادب والسفاله اللي احنا شايفينها بقالنا فتره اوعى تقصر. اوعى تقصر. انت لاعب موجود ربنا يديك موهبه عشان انت موجود ده بيحصل معاك. انا راجع عشان محترم وشريف ده بيحصل معاك. خلاص؟ استنيت رئيس المره دي بقى انا بقول لك اهو تعليمات. بكره انا جايب لك الملف كله بكره ان شاء الله. الملف على الفيفا لا تنمر عنصريه تمام. وهناخد حاجه هناخد حق نادي الزمالك ما دام هنا الناس اللي هنا نايمين وسايبينها انتوا مستنيين لغايه ما الجماهير دي والجماهير دي تولع في بعضها ويبقى احنا خلصنا من الفتنه الطائفيه دخلنا في فتنه كرويه. حقك هيجي لك ولا ما عادش هجيب لك حقك هستقيل لان لن اقبل انه اصغر مش انت اصغر فراش في نادي الزمالك. والحمله اللي معموله برضو من بعض الاهلاويه على معتز الشامي انا بعت له النهارده قلت له برغم انا مختلف معاك انا في ظهرك لجان شغال 24 ساعه شتيمه وسباب. طب يا جماعه الدنيا هتمشي كده وانا اللي بيقول لك يا اسم مرتضى منصور ايه الادب عامل ايه قال له وحط امك يا وحط امك هي اللي طب اللي شتم بقى امه وساب امه. ارحموا البلد ارحموا الرياضه المصريه يا سياده وزير الشباب مستنيين قرارك مستنيين قرارك. البيان اللي انت عملته قلت اللي هيغلط من بكره. انت كنت بتقصدني انا ان انا طالع بقى واقعد اشلك يمين وشمال؟ لا انا راجل بقانون وراجل محترم حكم القضاء في دماغي اي حكم طالع مجلس دوله في دماغي اي حكم لان انا راجل كنت رئيس محكمه وعارف قدر القاضي تاني عارف قدر القاضي وعارف قدر القضاء. لو في قاضي بيغلط بس القضاء واقف ما انت هتلاقي مذيع بيغلط ومهندس بيغلط ودكتور بيغلط لكن القضاء كمهنه مقدسه لا القضاء ده اللي مثل ربنا في الارض الوحيد اللي المهنه الوحيده اللي ربنا اداها صلاحيات ربنا سبحانه وتعالى اللي هي ازهاق الروح القاضي الوحيد اللي بيدي اعدام مش دي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيزرق الروح ادى الرخصه دي للقاضي لما بيصدر حكم بالاعدام. شمالة اتفضل شوف عايز تقول تجوره اتفضل. لا احنا بنشكرك طبعا الرئيس انا سالنا في الموضوع ده حضرتك جبتني قبل التمرين وقلت لي احنا هنتكلم في الموضوع ده بعد التمرين تمام وزي ما وعدتني حضرتك بكره المستر امير هيبعت الحاجات بس كامل الدرج الانجليزي بس هنسوي واحنا الرئيس المره دي عايزين ناخد حقنا هناخد حقنا لان احنا مش هنعرف كل مره بيحصل حاجه لا لا نادي الزمالك مش نادي ضعيف نادي الزمالك نادي قوي وفي اداره قويه ولما كنت بعرس كان الخطيب يروح يعيط ويجري لهم الحقوني الناس كلها عشان خاطرنا يا استاذ مرتضى عشان خاطرنا بس عشان خاطركم وانا عشان سكتنا هنتركب لا ده كابتن نادي الزمالك مش كابتن نادي الزمالك لو حاتم اسمه حاتم سكر اصغر لاعب لو حصل ده مع حاتم سكر هياخد نفس الموقف وما عقبالش هنسكت ما دام تاني بقول مش عارفين ناخد حقنا في بلدنا هناخد حقنا من بره زي دلوقتي عندنا من نموذج كهرباء
عمل حركه بذيئه لجمهور الزمالك 3 اشهر مش عارفين ناخد حقنا، لما اشتكينا بره خدنا حقنا، لما اشتكينا بره بطل من جمهور الزمالك ده عدد شغال ده فايده 18% ودولار عمال يطلع. خليه ياجل ياجل ياجل، هو لو كان من اول يوم كان دفع بتاع 30 مليون، دلوقتي بقى وصلنا 100 مليون والعدد شغال، لكن لما ما عرفناش ناخد حقنا اهو لغايه دلوقتي اهو عشان ما حدش يتكلم معايا، مش عارفين ناخد حقنا من لجنه الانضباط واتحاد الكوره بعد الحركات البذيئه اللي عملها الولد اللي اسمه كهربا، لما رحنا بره دوله بقى خرجنا للفيفا ولجنه الانضباط خدنا حقنا. وده عيب اقسم بالله العظيم ان الاجنبي يحافظ على الاخلاق والقيم اكتر من اسمه موجود هنا في مصر. شكرا ما تزعلش.